تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن طبيب فيروسات كندي يتوقع فيه وجود نحو 19,000 مصاب بفيروس كورونا في مصر، أثار جدلا كبيرا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما حذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووسائل الإعلام من الانسياق وراء ما وصفه بالشائعات التي بثتها تلك الصحف. من جانبه نفى جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر هذه الأنباء، مشيدا بالطريقة التي تعاملت بها مصر أو تم التعامل بها في مصر مع فيروس كورونا، مؤكدا أن مصر وسلطنة عمان هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان تملكان نظام مراقبة قوي يعتمد على الأحداث حول تعامل الصحافة والإعلام في هذه القضية الحساسة. انضمت إلينا من واشنطن الدكتورة سحر خميس، أستاذة الإعلام في جامعة ميرلاند. برحب بك يا دكتورة. كان في غضب زي ما أشرنا، وحابين نسمع رأيك كأستاذة إعلام في الخبر أو التقرير اللي نشرته الجارديان، مستندة إلى تويتات أو تغريدات لطبيب كندي أثار جدل كبير في مستقيمك مهنيا للطريقة اللي تعاملت بيها الجارديان، وإذا كانت الطريقة صحيحة ولا لا. شكرا لكم على الاستضافة. في الواقع أن مقال الجارديان لم يعتمد على تغريدات في وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما اعتمد على تصريحات علمية من مصدر موثوق به، وهو مصدر مركز مكافحة الأوبئة والأمراض في جامعة تورونتو الكندية. وجامعة تورونتو الكندية قامت بأبحاث ودراسات قالت فيها أن هذا الرقم هو فوق 19,300 حالة حسب تقديرها، قائم على يعني خدمات الطيران وعدد المسافرين والزائرين لمصر في الفترة الأخيرة، وأيضا لإحصائيات وأرقام حول الحالات التي تم تسجيلها للإصابة بفيروس كورونا، وكانوا منهم العائدين من مصر أو سائحين يعني زاروا مصر في الفترة الأخيرة. فطبعا هذا الرقم هو يعني فجوة كبيرة جدا أو تباين واضح وصارخ مع الرقم الرسمي الذي صدر من الحكومة المصرية، وهو حوالي 110 حالة تقريبا أو ما شابه، يعني عدد قليل جدا وبعيد بعيد تماما عن العدد الذي أشار إليه مقال الجارديان. فطبعا هنا يأتي السؤال الأكبر، هو أين الحقيقة؟ لأن الرقمين بعيدين عن بعض كل البعد، يعني رقم فوق 19,000 والآخر فوق 100 حالة. يعني نفت بشكل قاطع والتي تتعامل بالشفية والأرقام متاحة، وأيضا منظمة الصحة العالمية زي ما أشرنا في الخبر أشادت بالطريقة اللي بتعامل بها مصر وبالآلية اللي موجودة عندها في مواجهة الفيروس. لكن كان في انتقاد مثلا لفكرة انه لم يمثل راي الطرف الاخر. طبعا الخبر او التصريحات كانت منسوبه بشكل شخصي للطبيب حتى وان كان يعمل في المركز الكندي، مش دراسه قام بها علماء داخل المركز بشكل مؤسسي، هي محاوله شخصيه من الشخص نفسه بحسب كلامه هو. لكن كان الانتقاد انه الطرف المصري الرسمي لم يكن ممثلا في تقرير الجارديان. بالضبط، هو كانت هناك محاولات للوصول إلى المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، ولكنه رفض التعليق على هذا الأمر، ولم تستطع الجارديان أن يعني تأتي بوجهة نظره أو تضع في الاعتبار وجهة نظره في هذا المقال، ولكنها أشارت إلى بعض الحقائق المزعجة، مثل على سبيل المثال غياب التستينج أو التجربة أو محاولة الاختبار، لأن هناك ممكن تكون في حالات بالفعل بين الشباب خاصة لا تظهر عليهم أعراض المرض. نعرف أن يعني تعداد مصر هو 100 مليون، لكن يوجد عدد كبير جدا منهم من الشباب، فوق 70% تقريبا من الشباب 30 عاما أو أقل. هؤلاء ممكن أن يكون يعني بعضهم حاملي للعدوى أو حاملي للفيروس دون أن يكون لهم أعراض ظاهرة أو لديهم أعراض ظاهرة للفيروس. طبعا هؤلاء ممكن يكون في خطورة لنقل العدوى إلى الآخرين. عدم توفر الاختبارات المجانية بشكل متاح وبشكل جيد، عدم توفر أيضا المعلومات بشكل دائم ومتواتر ومستمر يؤدي أحيانا إلى البلبلة. الشائعات بصفة عامة متى تنتشر؟ تنتشر عندما يكون هناك نقص. ماشي، ما احنا ممكن نتكلم يا دكتوره في الحقيقه ممكن نتكلم عن هذا الامر وهذه الانتقادات لكن في محلات اخرى، لكن على الاقل في الاسبوع العشر ايام اللي فاتوا يوميا في مؤتمرات صحفيه سواء من وزاره الصحه، وزير الاعلام كمان كان خارج النهارده، رئيس الوزراء بنفسه بيطلع وبيعلن في الرد، يعني في النهايه في ادوات بتعلن يوميا التطورات ايه اخرها، زي ما بنقول قبل ما نطلع الهواء على طول قلنا الارقام الرسميه الاخيره، وده تاني تحديث النهارده، فبالتالي ربما في الازمه دي الشفافيه موجوده.
ما هو انت عندك هنا هو فكره ان في منظومه متكامله. المنظومه هنا معناها ايه؟ معناها ردود الفعل الرسميه او الحكوميه يجب ان تكون متكامله ومتسقه مع بعضها البعض. يعني على سبيل المثال قرات مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي ان هناك محاولات لمساعدات من الجيش انه سوف يقوم برش بعض المواد الكيماويه في الجو لمحاوله محاربه فيروس الكورونا، وعلى الناس ان هم ما يضعوش ملابسهم خارج المنازل وكل ذلك. ثم صدر بعد ذلك تصريح من المتحدث باسم الجيش المتحدث العسكري يعني ينفي كل هذا الكلام. الناس في مصر في نوع من انواع عدم وضوح الرؤيه، اذا كان هناك اعراض لدي ماذا افعل؟ اين اذهب؟ كيف يمكن ان احصل على الاختبار المناسب بشكل سريع وبشكل ايضا مجاني؟ نحن نعلم ان الحاله الاقتصاديه لكثير من المصريين ليست على ما يرام، وبالتالي هم يحتاجون الى يعني نستطيع ان نقول مراكز للفحص والاختبار متوفره بكثره وفي نفس الوقت باسعار يعني زهيده او مجانيه. بس مين في دول العالم كله بيعمل ده يا دكتوره؟ في النهايه ما احنا شفنا بريطانيا نفسها بتناشد الناس لا خليكم في البيوت حتى لو حسيتوا بالاعراض، الاتصال واجراء التحليلات بيكون في اضيق الحدود، وعلى الحالات اللي هي مرضيه او كبار السن فبيكون في شيء بينظم كل من تأكدت عيناتهم تمام. تم إجراء الكشوفات اليوم بشكل مجاني. هم مش عايزين نغرف في تفاصيل طبية لأنها في النهاية بعيدة عن مجال اختصاصنا إحنا شخصيا، لكن خلينا نتكلم في الجزء الإعلامي. حضرتك تحدثتي عن أنه مثلا الجارديان حاولت تتواصل مع المتحدث باسم وزارة الصحة ورفض التعليق. خلينا نصحح أنه بحسب اللفظ اللي استخدمته الجارديان نفسها لم تتمكن من الوصول إليه، فبالتالي هو لم يرفض. في ادوات تانية، في لائحه عمل استعلامات، في متحدث باسم الحكومه. هل كفايه ان انا بس اثبت حاله بان احاول انا بس اعلاميه او بشكل اعلامي يعني، هل كفايه ان انا اثبت حاله ولا يكون في رغبه صادقه ان نحصل على المعلومه؟ وطبعا الحصول على المعلومه هنا يجب ان ياتي من مصادر مختلفه. يعني انا سئلت هذا السؤال في مقابلات اخرى، كيف يمكن للمواطن العادي ان يتاكد من صحه المعلومه؟ نحن الان في عصر السماوات المفتوحه، عندنا الفضائيات، عندنا الانترنت، وهي سلاح ذو حدين، ممكن ان تساعد احيانا في نشر الشائعات والاكاذيب، ولكنها ايضا ممكن ان تنشر الاخبار السليمه والموثقه. كيف اتاكد من صحه الخبر بالاضافه الى المصادر الرسميه او الحكوميه؟ هناك ايضا منظمه الصحه العالميه، هناك مواقع على الانترنت موثقه، هناك اطباء متخصصين في هذا المجال، وهناك مقارنة المعلومة من أكثر من مصدر. ولكن دعني فقط أقول أنني أخشى ما أخشى في حالة مصر تحديدا وجود البنية التحتية الضعيفة، نقص الوعي، نقص التعليم، نقص الخدمات بصفة عامة، كما رأينا في التعامل مع ما سمي بعاصفة التنين مؤخرا وما رأيناه من اهتراء البنية التحتية وضعف الخدمات والإمكانيات. كل هذا بالإضافة إلى أحيانا عدم توفر المعلومة السريعة ومراكز الفحص المجانية، أخشى ما أخشى أن تتضافر كل هذه الأمور لوجود نوع من أنواع الانتشار لا قدر الله لهذا الوباء. وبالتالي يجب أن يكون هناك إجراءات سريعة وواضحة ومعلومات حاسمة ودقيقة بشكل فعلي وشفاف ودائم من قبل الحكومة. أيضا هناك نقطة في منتهى الخطورة وهي فتح الباب أمام السائحين، وده أشار إليه مقال الجارديان. يعني من جهة تم إغلاق المدارس وتم يعني حث الناس على عدم وجود نوع من أنواع التجمعات كبيرة الأعداد وكل ذلك، وده شيء ممتاز لكنه جاء متأخرا جدا، ده رقم واحد. نمرة اتنين، هناك تضارب بين هذا وبين فتح الباب أمام أفواج من خلاص النهاردة الأمور قسمت من جانب رئيس الوزراء وأعلن إغلاق المطارات المصرية بدءا من الخميس، أو يعني عدم استقبال لرحلات جديدة. شكرا جزيلا دكتورة سحر خميس أستاذة الإعلام في جامعة ميرلاند على هذه المشاركة. الآن نخرج إلى فاصل قصير، نعود بعد ونستكمل باقي فقرات بتوقيت مصر. ابقوا معنا.